زي ما مي قالت النهارده معانا ضيف خاص جدا وهيبقى خاص على قلوبكم انتوا كمان، عشان هيحل لكم بيقول كلام حلو قوي، مشاكل كتير قوي كلنا عندنا اسئله عليها. سيبيني بقى اقدم انا بقى على طول كده. معانا النهارده يا جماعه استاذ احمد البدوي، استشاري العلاقات الاسريه والعاطفيه والحاجات الحلوه دي. مساء الفل عليك. يا مساء الورد والفل والياسمين، اهلا بيك يا مي، اهلا يا مها، منورين. ودايما كده نعرف ايه المشكله، نعرف ايه المشكله. احنا النهارده عندنا مشكله عويصه جدا هنتكلم فيها، بس قبل ما اتكلم فيها خليني اقول لك بقى ان صوتك اذاعي، فاهم؟ فده مناسب جدا اكيد معانا النهارده. اكيد انت عارف يا احمد ان صوتك اذاعي. والله انا مبسوط ان انا معاكم، دي اهم حاجه. نورتنا نورتنا ونورت الراديو 99. ربنا يخليك يا رب، انتم منورين الدنيا كلها. وانا قبل ما نتقابل النهارده انا من متابعينكم، لسه كنت بحكي لكم وحصل بينا اتصال قبل كده من فتره، بس ما قلتش اي حاجه، انا بس اتكلمت وكان موضوع شدني. شرف لينا ودايما منورين الدنيا يا رب. ربنا يخليك، انت اللي منورنا. والنهارده احنا عارفين ان احنا هنعمل حلقه جامده قوي معاك. وموضوعنا النهارده ايه ماي؟ اخش لكم يا جماعه في الموضوع. بعد اذنك. بصوا يا جماعه، المفروض ان الراجل لما يغلط انه يعتذر. الست مش المفروض انها تعتذر لانها ما بتغلطش اصلا، دي حاجه احنا عارفينها. الله، بس بس نور هي هتعتذر هي كمان. احنا عايزين نعرف بقى منك النهارده ايه احسن طريقه ان احنا لما نيجي نعتذر لشريكنا بيها نشيل اثار المشكله كده، تبقى من غير تراكمات بعدها. يعني لما يزعل مننا نعمل ايه عشان الدنيا تعدي كده بسيطه؟ عشان ايه؟ انت عارف كده كلنا ايه، يومين ورايحين، فاهم؟ لا ان شاء الله مش رايحين حته باذن الله. هو واضح ان احنا يعني انا جيت غلط. لا لا لا، جاي صح جدا. احنا يعني اللينك الجاي هتلاقينا بنسالك سؤال احنا بنفكك بس عشان لسه داخلين. يعني انتوا مش النهارده مش جايبين راجل في الحلقه بس عشان تطلعوا مش لا لا ما تقولش لا لا خالص خالص. لا موجود الحمد لله، بس احنا ما تقلقش. استمعين، احنا تليفوناتنا 2-18-10-8-66 تقدروا تكلمونا عليها وتسالوه في اي حاجه انتوا عايزينها. اتفضلوا عندنا على راديو 99 عشان كل حاجه تعدي كده سهله. الحقيقه يا جماعه، قبل ما اجدد ترحيبي بضيفي في الاستوديو تاني، حابه اكلمكم في موضوع مهم جدا. احنا يا جماعه كان عندنا امبارح حدث كبير ومهم الحقيقه، حفل الاساتذه اللي نقلته قناه الحياه بشكل حصري. حفل الاساتذه ده يا جماعه بالتنسيق ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبين دار الأوبرا المصرية. الحقيقة يا جماعة الحفل ده مهم جدا. ليه بقى؟ لأنه بيعيد إحياء التراث، الأغاني القديمة الجميلة. غنى امبارح الفنان مدحت صالح لكبار الفنانين والأساتذة فعلا في الغنى، زي الفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد فوزي وغيرهم كتير. الحقيقة المفاجأة بقى ان هو بس مش غنى لهم، ده احنا دلوقتي بنعيد توزيع لحن الاغنية بتوزيعات جديدة مناسبة اكتر لوقتنا دلوقتي، مع طبعا وجودنا في وسط الاغاني والكلام، وبنرجع نفتكر تاني الاغاني الحلوة للناس الحلوة كده، الاساتذة بتوع زمان. فكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على مبادرة حلوة زي دي. خلونا بقى نرجع تاني بقى لضيفنا النهارده معانا في الاستوديو، الاستاذ احمد البدوي، استشاري العلاقات الاسريه والعاطفيه. بجدد الترحيب بحضرتك. ربنا يخليك يا مي، منورين الدنيا كلها، وانا مبسوط ان انا معاكم النهارده. والمناقشات اصلا نتكلم جد بقى شويه. يعني نخش بقى الموضوع. تقول لنا اساليب وطرق الاعتذار بين الراجل والست. دي اول حاجه. مش يعني لما الست تغلط كده وجوزها ولا خطيبها يزعل منها تعمل ايه؟ يعني ايه بقى فعلا الخطوات اللي تعملها؟ هل تتجاهل مثلا شويه تتقل، ولا تروح مباشره تعتذر، ولا تعتذر بايه؟ قول لي انت كده الراجل بيحب ايه. طيب خلينا الاول نقول ان احنا في زي ما قلنا في لغات للحب، في لغات للاعتذار. يعني انا ممكن اعتذر بطريقه لمي ما تناسبهاش بس تناسبها والعكس. فزي ما الناس بتحب بطريقه، هي كمان بتتقبل العذر بطريقه تختلف عن بعضها. فيقول ايه، انا دايما اقول ايه، حبني بالطريقه اللي انا احب اني اتحب بيها. بالظبط. فاعتذر لي كمان بالطريقه اللي انا احب اقبل العذر بيها.
فعم بس في سمات مشتركة ما بين الرجال يعني، في حاجات بيحبوا أكتر الاعتذار منها. طيب أنا هقول لكم حاجة. ادينا روشيت. أنا عايز أخلي لو تسمحوا لي نقول الموضوع مين يعني للراجل إزاي وللست إزاي بعد ما نقول الطرق كلها أصلا بتاعت الاعتذار إيه. ماشي يا ريت. وإحنا نستنتج مع بعض بقى ونفكر كده مع يعني المستمعين كمان طبعا. يقولولنا إيه ناسب أكتر الراجل ولا الست. أوكي تمام؟ ماشي يا ريت. فعم جاري تشابلن ده بتاع لغات الحب الخمسة قال لنا كمان إن في من وجهة نظره في خمس طرق عامة للاعتذار أو لغات للاعتذار. فأول حاجة قال لك إيه بقى؟ إظهار الندم. يعني إن أنا أبين قوي الندم. أوكي. يعني أنا غلطت في حاجة سواء كنت أنا الراجل أو الست. أبين قوي أنا آسف. أنا عارف إن أنا غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا. وأنا حقيقي ندمان وما تزعليش مني أو ما تزعلش مني. مش الطريقة بتاعت إيه؟ طب خلاص بقى. ما خلاص يعني بقى ما تزعلناش بقى. ما تقفناش معاك بقى يعني أو مثلا اللي هو إيه؟ ما أنت اللي عصبتني. أو ما أنت عارف إن أنا عصبي. أو ما أنت عارف إن أنا بتنرفز بسرعة. أنت لما قلت لي كده أنا ما شفتش قدامي. الطريقة دي بتبين للشخص اللي هو أصلا المفروض إن هو زعلان وأنت جاي تصالحني أو جاي تعتذر لي إنك مش ندمان ولا حاجة. فلو ما بينتش للي قدامك إن أنت ندمان فعلا فدي مشكلة كبيرة جدا. فأول طريقة إظهار الندم إن أنا أحس إن أنا اللي قدامي ده فعلا فعلا ندمان وعنده استعداد للتغيير. تاني حاجة تحمل المسؤولية. تاني لغة من لغات الاعتذار تحمل المسؤولية. يعني أنا عملت كذا أنا غلطت في كذا وكذا ده تترتب عليه حاجات لا أنا أقدر أعالجها لك أو أنا هعالجها لك. يعني أنا مثلا أصلح لك اللي أنا بوظته بالضبط كده. يعني أنت مثلا أحرجت زوجتك قدام حد وهي زعلت انت كنت يعني دور الفكاهة عالي معاك شوية فرميت الإفيه فكله ضحك بالذات في العادات العائلية والحاجات اللي من النوع ده أو في وسط أصحابكم وقريدي هي خلاص زعلت وانت عايز تصلح ده لازم أعالج النتائج اللي ترتبت على ده. يعني في ناس تحب كده انت اعتذرت لي كل حاجة بس انسويهم يعني وبعدين ما انت ما انا ما استفدتش حاجه بالظبط. يعني ماشي ما انا اتحركت قدام الناس وانت جيت سمحت لي لوحدنا مثلا او مثلا انت كان مثلا الخطا من ان انت مثلا كان في فلوس او حاجات امور ماديه كان المفروض حتى بين الاصحاب كان المفروض تعملها وما اديتهاش فانت تقول لي معلش حقك عليا وبس لا ما انت لازم تعالج لي الحته الماديه او صح. الاثار المترتبه صح. صح. فدي تاني لغه من لغات الاعتذار. يعني احنا قلنا اظهار الندم وتحمل المسؤوليه. ايه كمان التعويض اللي هو ما مش تحمل المسؤوليه بس لا ده انا كمان بالذهب بقى مادي بقى معنوي اي صح هو في حاجات غدين تلاقيني اصلا اي بص معايا بص على فكرة حتى أنا واحد من الناس بتفرق معي الحاجات دي أوي. يعني أنا لو حد مزعلني ودخل عليا بفنجان قهوة في وقت أنا أحب فنجان قهوة فيه خلاص نسيت كل حاجة تعشت كده أكلة حلوة مثلا أو حاجة لا أنا بتفرق معي طبعا. وساعات الحاجات اللي هي اللي هو أبين لك فيها أن أنا عارفك وعارف تفاصيلك دي بترضيني عارف أن أنت بتحب إيه تحديدا فبعمله لك في الوقت ده دي بترضيني. ورجعنا لكم مستمعينا مستمعي راديو 90 ولسه معاكم مي إيهاب ومها مصطفى وإيه المشكلة ولسه منورنا في الاستوديو ومشرفنا أستاذ أحمد البدوي استشاري علاقات أسرية وعاطفية والموضوع on fire زي ما بنقول. عايز أفكركم بتليفوناتنا 2-18-10-68 والSMS 199 بمناسبة التليفون معنا تليفون معنا تليفون سلمى يا سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سلمى منورانا. ازيك يا دكتوره. ازيك يا دكتور. اتفضلي استاذ احمد معاكي. عايزه بس استفسر ليا صديقه ليا لو ليها شريك حياه لو ليها ايه معلش لو ليها مثلا شريك حياتها بيغلط معاها نفس الغلطه وبتسامحه كتير تعمل ايه بيغلط مع يعني شريك حياتها بيغلط معاها نفس الغلطه على طول وهي بتسامحه وبيرجع يغلطها تاني
صح كده؟ شخصيتي تتسمى ايه؟ اه تسمى ايه شخصيتي؟ ماشي حاضر. ويتعاملوا معاها ازاي؟ ماشي عيني. نورتي يا سلمى. نورتي يا سلمى مع الف سلام. يلا يا استاذ احمد قول لنا هنعمل ايه؟ بص، هو تكرار الغلط من الحاجات اللي بتزعل قوي، يعني ساعات الغلطه نفسها ممكن ما تكونش مزعلاني بس لما تتكرر مره واثنين وثلاثه بحس بعدم الاهتمام، او بحس انه انا مش فارق معاك في حاجه وعادي يعني. ف ما انا لو فارق معاك انت عرفت اللي بيضايقني مش هتعمله تاني، فبيبقى ده التفكير. بالظبط. ويوصل لي معنى تاني كمان أسوأ اللي هو انت، انا لما تسهلت معاك او لما قبلت عذرك المرات اللي فاتت فانت لسه مكمل العمليه بقى ايه فتحت معاك وانت خدت على كده. فدي مشكله. بس الاول من اي حد بيكرر غلط ما تراهنش على صبر الناس اللي حواليك، على طاقة اللي قدامك كمان. بالظبط، لان طاقتهم في وقت او تسامح طاقة في حد ذاته كمان، فدي مشكلة. لسلمى عايز اقول لها ان صاحبتها اللي عندها مشكلة مع شريك حياتها، المشكلة انها جاية في حتة حساسة او شريك الحياة. انت عارفة الكلام ده لو مع حد من الاصحاب وبتاع وتكرر الموضوع فلا خلاص انا هقول لك لفي وارجعي. انما مع شريك الحياة احنا الموضوع بيكون مختلف. فانا عايزة تعمل معاه ايه الاستراتيجية؟ تعمل ايه؟ يعني نعمل ترجعه عن اللي بيعمله ده ازاي؟ الاول نعمل قعدة، ساعات الكلام بيتوه. يعني نقعد كده ناخد وندي ونتكلم كتير وهي تنفعل وتزعق وتتعصب وتزعل وهو طب معلش طب خلاص بتاع موضوع يعدي. لا انا عايز نعمل الموضوع بثبات انفعالي شوية. يعني نقعد مع بعض، ممكن نمسك ورقة وقلم، عقد بالظبط كده، ورقة وقلم كده ونقعد. تعالى انا مش منفعلة، انا هادية جدا، وانت غالي عندي وكل حاجة، لكن في حاجات بتتكرر ومضايقاني، فتعالى كده انا كاتباها. حصل واحد اتنين تلاتة واربعة منك، فواحد انت تمام مقرب ده، انت شايف ان انت ده غلط في ده، وهكذا اتنين تلاتة اربعة، وصلنا لاتفاق ان هو ندمان ومع يعني خلاص تمام. طب تعالى بقى انا النقط دي عايزاك لما يكون مثلا في كذا تعمل كذا، هنعمل ديل، هنتفق مع بعض على حاجه. طب لو اخلي باتفاق على حسب الخلل معي. يعني لو الخلل وصل مثلا يعني في الامور اللي لها علاقه مثلا بالكرامه، مثلا بالاهانه، مثلا او ببخل المشاعر. يعني في خطا متكرر، ناس كتير وصلتني رسائل وحاجات زي كده على البيج عندي، يقول لك ايه سواء من راجل يعني لست او من ست الراجل، يقول لك بحس بفتور في العلاقه. يعني لما بقابلها بلاقيها ملان، يعني مش طايقه نفسها، او لما بشوفه ما بشوفش في عينيه اللهفه اللي كنت بشوفها زمان. فمع الوقت مره في مره انا اتكلمت مره واثنين وثلاثه وهو بخيل في مشاعره معايا، او بخيل في وقته معايا، او هي بقيت احس كده ان انا مش مالي عينها، يعني يعني مش احسن حاجه. مش ده الاحساس ان انا مستنيه من شريكه حياتي. وهكذا. البخل في المشاعر او في التعاملات، او ان انا اخد العلاقه لحته بارده خالص، ده مش تكرار بقى، ده بيبقى عامل زي الحاجه المزمنه، وده موجود كتير للاسف دلوقتي طبعا. حتى بين الازواج، مش بس المخطوبين او بس لسه الكابلز، لا حتى الازواج، ويمكن مع الازواج اكتر كمان. انه الدنيا بقت مضمونه زياده عن اللزوم، فسقعت وبردت فتكرار ده بيبقى فيه طرف دايما فاير. طب نعمل ايه؟ الطرف الفاير ده يتصرف ازاي؟ يبعد؟ في استراتيجيات كتير، لكن خليني اقول لك انه مبدئيا التصارح واللي هو الكلام المباشر، اللي هو ان احنا نقعد ونعمل العقد ده ونتكلم ونحط مبادئ وقوانين نحل ازاي، ده لازم. ده دي اول خطوه لازم اعملها. اوكي. الخطوه الثانيه هي فيها مكر شويه، بس اللي هو لازم على وانا اعرف مزاج الشخص الفاير بقى، اللي هو اللي قاعد حابب العلاقه ومستمر فيها وبيدي كل طاقته وكل حاجه، لازم تدخل الفريز شويه، بس هدي اعصابك انت. تعمل نفسك تتقل، مش تقل بقى. لا تاخد حاجه بقى، تاخد الامور ببساطه. هو ده لا مبالاه. ان انا اديله لاين لا مبالاه كده، فهو يبقى مش عارف ايه اللي بيحصل، ويبقى يقعد يسال كتير، ولازم يسال كتير. لازم الطرف البارد ده او اللي خد العلاقه لطريق الفتور لازم يحس ان في حاجه ضيرت، وان في مشكله دلوقتي طبعا، وهو مش عارف ايه هي. هو دلوقتي هو الطرف التاني ده ابتدى يبعد بجد، ولا بيعاقبني؟ رد الفعل اختلف، ولا فعلا مش فارق معاه فعلا. ليه دايما اقول ايه؟
مش من الذكاء ان انا افتح نفس الباب كل يوم واتوقع نتائج مختلفه. بالظبط. ما هو نفس الباب. اينشتاين قال ما نتوقعش نعمل نفس الفعل مرتين وناخد نفس رد الفعل ده بطل. ناخد نتيجه غباء. نتيجه مختلفه. بالظبط كده. فالمفروض ان انا ابدا اغير الاستراتيجي بتاعتي. طب احنا قبل ما نكمل بقيه الاستراتيجي دي احنا معانا رانيا. يا رانيا. الو رانيا. الو رانيا. يا رانيا. طيب يا ريت تكلمينا تاني يا رانيا عشان استاذ احمد حابب هيرد على سؤالك. ايه المشكله على 90 90؟ لسه معاكم مها مصطفى ومي ايهاب، ولسه معانا ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو استاذ احمد البدوي استشاري العلاقات الاسريه والعاطفيه. احنا كنا بنتكلم ولسه بنتكلم عن الاعتذار. كان في سؤال كده قبل ما نكمل الخمس خطوات اللي كنا بنتكلم عليهم، كان معانا سؤال صغير كده ومعانا تليفون. تحب ناخد ايه الاول؟ لا بتقولي ناخد تليفون عشان يلا ناخد التليفون يا مايكل. مايكل مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا استاذ ما؟ ازيك يا استاذ مي؟ ازيك يا استاذ مايكل؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حبيبي قلبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. سمعت كده جمله، فانا عايز اعلق على حاجه بس على حكايه الاعتذار اللي كنت حضرتك بتقول عليها من شويه. وعايز اقول ان كنت تشاركني رايي ولا لا. اي حاجه تتحط فوق الاعتذار تفقد الاعتذار معناه. حاجه زي ايه يعني؟ ايه يعني؟ ادي حضرتك اي مثل في الحياه عايز تعتذر لاي حد في الوجود. لو انا قلت له طيب معلش انا اسف لغايه كده كويس، لكن انا اسف اصل انت عملت كذا وانا عملت كذا فانا مضطر اعمل كذا. لا، لو التبرير نفسي. ايوه. المبررات بتفقد الاعتذار معناه. اكيد. انا شايف يا استاذ احمد اني لو انا غلطان بكل هدوء كده انا اسف وخلاص وفوقتها، لاني لو فضلت استمرت حكايه الزعل ما بيني وبينك دي كل شويه بيعدي بتبني بيني وبينك سور. مش عارف، انا شايف كده. انا بغض النظر عن الدراسات والحاجات الاكاديميه دي. لا بس هو كلامك الدراسات وكل علم النفس بياكد نفس الكلام، ان صيغه الاعتذار ساعات ممكن تعمل مشكلة أكبر من اللي كانت موجودة أصلا. يعني أنا ممكن أكون أنا زعلان من مايكل في حاجة، فمايكل يجي يعتذر لي فيقول لي زي ما أنت قلت كده، خلاص حقك عليا بس أنت برضو عصبتني، أو أنت برضو ما أنا ما كانش المفروض تقول كده. فأنا أبدأ الله أنت جاي تعتذر لي يا مايكل ولا جاي تقول إيه بالظبط؟ فأبدأ أزعل منك أكتر ما أنا كنت زعلان أصلا، لأن حسيت بعدم التقدير. فانت بتقول كلام سليم جدا وكلام علمي جدا. صيغه الاعتذار ممكن تكون في رايي كمان اهم من الاعتذار نفسه. طبعا. نورتنا يا مايكل. اشكركم. باي باي. مع الف سلامه يا مايكل. عايزين نكمل الخمس نقط يا استاذ احمد. احنا قلنا اظهار الندم وتحمل المسؤوليه والتعويض. بالظبط. في بقى حاجه مهمه جدا، مش هعمل كده تاني. يعني في المستقبل وعود. ايوه بالظبط كده، ضمانات ووعود ان انا مش هعمل ده تاني. يعني احنا كنا بنقول ايه، ان حتى في التوبه لما يجي العبد يتوب لربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، بنقول اول حاجه انه يندم وينوي ان هو مش هيكررها تاني. ينوي عقد النيه ان هو انا مش هرجع للكلام ده تاني. فبالتالي كمان في تعاملاتنا مع بعض لازم اكون موضح للطرف التاني ان انا مقتنع ان انا غلطت في حقه، بقول له انا مش هكرر ده تاني. ولو كررت يا سيدي اعمل كذا. على فكره في ناس كتير ممكن يكون مش قابل العذر ولسه زعلان، بس مجرد ما اوضح له ان ده مش هيتكرر يبدا يحس انه طب خلاص تمام، ما هي المشكله بدات تتحل اهي. كانت مشكلته انه عنده فوبيا من ان الخطا ده يفضل يتكرر معايا، او انه يعتبر انه خلاص يعني حق مكتسب، او انه سهل الدنيا. طيب واخر حاجه بقى؟ اخر حاجة ان اطلب السماح. يعني مش عيب انك لما تكون بتعتذر لحد سامحني، يعني ما تزعلش مني، انا زي ما قلت لك انا اظهرت الندم وانا متحمل مسؤولية ده، وانا مستعد اعوضك عن اللي انا عملته ومش هعمل كده تاني في المستقبل. بالزبط. واخر حاجة اطلب السماح فسامحني. انا ده بيرضيني انا كحد واخد على خاطره او زعلان. خلاص بيطمني ايا كان الغلط، يعني كبير صغير، اعمل كل الخطوات دي.
مش كلها، هو قال لك انت بتعملي حاجه منهم. دي لغات، دي لغات مختلفه. اوكي اوكي, أوكي. لكن على تعليق انا مع الحته اللي هو هو حجم الخطا. هو دايما بقول ايه، خلي حجم الخطا على قد حجم الاعتذار، على قد حجم الاعتذار عشان ما نبالغش، وعلشان انا كمان كمعتذر ما استصعبش الاعتذار، ما بقاش انا لا انا مش عايز اعتذر، انا كده الموضوع صعب عليا او انت صعبتها عليا بزياده. وساعات يا استاذ احمد بيبقى اصلا انا رايح اصالح او اعتذر وانا مش حاسس او مقتنع 100% ان انا غلطان، بس بعمل ده يعني ارضاء ان اللي قدامي، مش عايز اخسره ايا كان خاطره كده وخلاص. فاعمل كده فلاقي اللي قدامي بقى بيسوق فيها، اعمل ايه؟ طيب بص، دي اللي بالترابيزه. هو انا مبدئيا ضد فكره ان انا اعتذر وانا مش مقتنع ان انا غلط، تمام، لكن مش بقول ان انا افضل متمسك واحنا نعرض قدام بعض، لا. لكن انا بقول ايه، اذا كنت انا شايف ان انا مش غلط، في فرق ما بين ان انا اجي اقول لك مثلا ايه، انا زعلان منك في كذا وكذا، وابدا باجريسف في كلامي، دي اسمها ثقافه اللوم، ان انا بلوم عليكي في حاجه، فبالتالي بستفز الديفنس اللي عندك، انت عايزه تدافعي عن نفسك لان طبعًا. انا بلومك طبعا، بلومك يعني بلومك يعني بتكلم باجريسف، بصوتي عالي، بوجه اتهامات مباشره، فانا لازم ارد. طبيعي أو. اي حد في الدنيا حتى لو انا عارف ان انا غلط هبدا ارد ودافع عن نفسي. دي ثقافة اللوم. ثقافة العتاب حاجة تانية. حلوة دي. بص حتى الكلام، اللوم والعتاب أيوة في فرق كبير، خلي بالك طبعا، لأن العتاب بتلاقي نبرة صوت مختلفة، بادي لانجوج مختلفة، وكمان مفردات مختلفة، كلام مختلف. انا هديكم مثال لمشكله مثلا بتحصل في الـ في الـ في الـ في, الـ في كل بيت كل يوم، وبالذات الايام دي بتاعت الامتحانات. مع العيال الثانويه العامه دلوقتي بيمتحنوا. اختي ثانويه عامه. كمل. ندعي المرام يا جماعه. يا رب يا رب. كمل. ان انا يواصل زي الاب مثلا او الزوج يقول انت ما الولد او البنت مهملين في دراستهم، وانت السبب، وانت مش عارف ايه وبتاع، فتلاقي طبعا انا بعمل كل ده وانت مش عارف، كمان مش شايف. طب ما هو نفس المعنى، حتى لو هو شايف ان هي مقصره في حاجه، لو جه قال لها كده بالراحه كده، قعد وخدها جنبه كده وحط ايده على كتفها وقال لها انا عارف يا حبيبتي ان انت عامله مجهود كبير الفتره الاخيره، بس خلي بالك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. شايفه الاختلاف؟ شايفه الاختلاف يا جماعه؟ تعلموا بقى، خلوا بقى ما تتعبوناش. طلعي لي التسقيف. ماشي حاضر. احنا مش لاحقين نتكلم مع حضرتك كلمتين على بعض من التليفونات.